انتوا عارفين انا كنت قاعد دلوقتي بجهز ان اشوف ماتش الاهلي وبيراميدز وبتاع، فقاعد يعني عادي مش عارف ليه بصراحة جه في دماغي ان انا ما صورتش الحلقة دي ليه، او لسه ما عملتش الحلقة دي ليه. ناس كتير قوي عملوها وناس كتير قوي اتكلموا فيها، مش عارف تبقى مختلفة عندي ولا لا، لكن انا مش مجهز اي حاجة. وخلينا نخش في الموضوع على طول. 2017 2018، يعني هقول لك حاجة، الحلقة دي ممكن تبقى مختلفة عن بقية الحلقات، ولكن بغض النظر يعني انا عايز اتكلم براحتي شوية. اللي حصل في 2017 او في بداية، او يعني خلينا بشكل دقيق شهر 12 2016، كان نقلة في حياتي عامة بسبب ان انا بدأت يوتيوب وبتاع، فده خلى 2017 سنة مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت. لو كنت ما بدأتش يوتيوب في شهر 12 2016 ما كانش حياتي اتغيرت، وما كانش حصل اللي حصل لحد دلوقتي، وما كانش يعني كانت تفضل مملة عامة. ولكن انا بدأت يوتيوب فخلى حياتي حاجة تانية، وبدأت الدنيا تتغير معايا تمام. فلقيت نفسي في حتة اليوتيوب دي، ودي كانت حاجة غريبة جدا. كنت عمري في حياتي ولا عمري فكرت، عمري حرفيا ما فكرت كل سنين حياتي اللي عشتها يعني في الوعي مثلا من 12 سنة لحد 16 سنة او 17 سنة، ان انا افكر ان انا اعمل قناة يوتيوب. ما فكرتش حرفيا، ولكن فجأة حصل ان انا لقيت قناة ماتريكس، حصل وحصل القصة اللي انتوا عارفينها، اتفرجت عليه مش عارف ايه، حبيت الموضوع فبدأت يوتيوب. ولزي ما انتم شايفين لو انت فتحت قناه اليوتيوب عندي هتلاقي ان ماتريكس محطوطه في القنوات الفيتشرز المفضله عندي، هتلاقي محطوطه اول قناه، حتى يعني تقريبا مش هشيلها طول مسيره القناه، مش هشيل القناه دي تمام. بس شنك برضو كذا حد كان سأل الموضوع ده، اللي انت حاطط ماتريكس هنا ليه، هو مفضل بالنسبه لك وكده يعني. فماتريكس هو اللي خلاني ابدا يوتيوب اصلا يعني عامه. فيعني 2017 كانت نقله في حياتي بشكل كبير. 2018 بقى يعني انا برضو نهايه 2017 على 10000 مشترك، يعني تخيل انا تعبت سنه كامله بعمل فيديوهات، الكواليتي كانت زي الزفت طبعا، ولكن بغض النظر ان السنه كامله بعمل فيديوهات تقريبا 100 فيديو او 150 فيديو مش فاكر كام بالظبط، ولكن يعني لو دخلتوا على البلاي ليست بتاعت 2018 هتلاقوا عدد الفيديوهات اطرحوهم من 300 وحاجه فيديو اللي موجودين حاليا، فهتعرفوا يعني عملت كام فيديو في 2017. فهم كام فيديو فاكتر من 100. المهم يعني الفيديوهات دي كانت كواليتي زي الزفت، ولكن جبت منهم 10000 مشترك. فبغض النظر خلينا نقول بقى احصائيات 2018 وانا عملت ايه في 2018 كلها كاحصائيات بس. انا 2018 كسبت من يوتيوب بس $475، وده يعتبر رقم يعني قليل جدا بالنسبه لحاجات كتير، لكن يعتبر رقم قليل يعني تقريبا 30 $40 في الشهر. وانا قلت لكم قبل كده في حلقه من الحلقات، الناس قالت بتكسب كام يوتيوب وبتاع، قلت لكم بيكسب كذا تمام، ولا بكذب ولا بحور ولا اي حاجه، ان فعلا ده الرقم اللي كسبته ده في سنه كامله. سنه كامله بشتغل كسبت منها $475. طبعا $475 دول مش فيديوهات السنه بس، في فيديوهات كلها اللي هم اصلا 300 وحاجه فيديو، فانت متخيل الرقم، رقم يعني حقيقي حقيقي محبط. ولكن بغض النظر الحمد لله خير. جه حوار الموقع، والسبب في اللي انا اعمل موقع الكتروني كان يحيى تكنو، اللي انتوا تعرفوه اكيد، يحيى تكنو طلع معايا في لايف قبل كده، شكرا يحيى، اللي هو اللي سبب ان انا اعمل موقع، واللي خلاني ابدا في حوار الافليه بقى وحوار ادسنس ونحاول الحساب العادي والحوارات دي كلها. هو حتى اللي مظبط لي الموقع بكل حاجه تقريبا، هو اللي عامل لي كل حاجه في الموقع، اعلانات وكل حاجه، هو اللي عامل لي الصفحه الانتظار، واللي عامل لي المستر بوم لينك اللي هو اختصار رابط، عامل لي كل الحوارات دي عشان بس كذا حد قال لي انت بتعملها منين، ومش انا يا جدعان، مش انا اللي بعمل الحاجات دي، يحيى اللي بيعملها لي تمام. هو مبرمج كويس يعني الحمد لله. ولكن بغض النظر عن كل ده برضو، فالموقع كان كويس، كان ارباحه احسن كتير، وانا وريتكم حتى ارباح الموقع، فانا ما بكدبش عليكم، ما بخبيش عليكم اي حاجه تمام. زي ما قلت لكم في الاحصائيات ان انا زدت 33000 مشترك في سنه كامله، وتقريبا جبت 1,400,000 مشاهده، وعلى المشتركين اللي انا زدتهم فانا شايف ان ده عادل، ده حاجه فير يعني. انا شايف 1,400,000 على 33000 مشترك زياده ده يعتبر كويس جدا، بل احسن من كويس كمان، ممتاز. ولكن ايه اللي اتغير بقى من 2017 ل 2018؟ كل حاجه تقريبا اتغيرت، زي ما انتم شايفين الاوضه كلها اتغيرت، كل حاجه اتغيرت حرفيا، زي مثلا كالسيت اب، كالكاميرا، المايك، انا شخصيا اتغيرت، كل حاجه اتغيرت تقريبا من 2017 ل 2018 سنه بس اتغيرت. الواحد مش عارف 2019 هتبقى عامله ازاي، وهيبقى شكله فيها عامل ازاي بغض النظر. فيعني الدنيا بتمشي يعني عامه، الدنيا بتمشي. ممكن انت مثلا تلاقي نفسك 2017 ما عملتش اي حاجه، 2018 تلاقي الفرقعت معاك، 2019 تجيب ال 100,000 عادي، وده اللي انا ان شاء الله هجيبه، ان شاء الله باذن الله ده هيحصل. فيعني مكملين الحلم اللي احنا كنا بنحلمه في 2018، احنا عايزين نوصل 100,000. وعلى فكره انا ما حلمتش الحلم ده من اول 2018، انا بس كان قدامي 5 شهور ان انا اوصل فيهم 100,000، وانا كنت 20,000، ده كان صعب جدا تمام. فقدرت اوصل ل 43,000 يعني
زودت ضاعفت المشتركين في فتره 5 شهور اللي انا اصلا كنت جايبهم في سنه ونص يعني، فده يعتبر حاجه كويسه جدا انا راضي بيها الحمد لله، مش مشكله. حوار ال 100,000 ده هنوصل له كده كده السنه دي، السنه دي كده كده هنوصل له. فبدعمكم بكل حاجه، انا بصراحه يعني بشكركم انتوا اكتر حاجه للناس اللي دعمتني في الفتره الاخيره، فيديوهات بتوصل لايكات كويسه جدا، مشاهدات كويسه. طول ما انت بتعمل لايك طول ما الفيديو هيزيد في المشاهدات، فما تنساش دايما انك تعمل لايك للفيديو كدعم فقط مش اكتر يعني، حتى لو الفيديو حلو او وحش فاعمل لايك وخلاص. ولو ليك اي انتقاد او اي حاجه اكتبها في كومنت. انا على فكره برضو بعتذر الناس اللي انا بمسح كومنتاتها، انا بمسح الكومنتات بس اللي فيها اهانه او حد ممكن يكون بيشتم او حاجه زي كده، فبس ده اللي بمسح كومنتاته. حد بينتقد بطريقه محترمه ما بمسحش الكومنت بتاعه. الناس اللي بتغيظني جدا بقى، الناس اللي بتقول لك مع احترامي لمصطفى بس انت كتيت، الناس دي فعلا بتعصبني بشكل كبير، فايه بمسح الكومنت ده برضو. ولكن انا بقرا كل الكومنتات، مفيش كومنت بيفوت لو انا ما قراتوش، حد من اهلي بيقراه، فالموضوع كده كده بيوصل لي يعني. فبس ويعني يا ريت لو حد هيشتم حاجه في اي فيديو قادم فاخد بالك ان اهلي بيقروا الكومنتات يعني، احترم نفسك يعني. فبس كده مكملين ان شاء الله نوصل 100,000 السنه دي، اكتر من 100,000 ان شاء الله السنه دي، بس نوصل 100,000 الاول. وبس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، وان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي. تمام، ملحوظه، الاستراتيجيه اللي انتوا عايزينها جاهزه تمام وكل حاجه، الفيديو ده ما اثرش في اي حاجه، ممكن تنزل بكره ولا بعده. تمام.